حلقة فيها مواضيع كتير لطيفة، في موضوع بيهم جدا الأسرة المصرية والشباب من الجنسين، ولادنا اللي موجودين في كل أسرة مصرية. بس الأول هرحب مروة ودينا. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك يا دينا. أهلا بيك يا مروة. أخباركم إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. هاخد رأيكم في الموضوع ده، بس قبل ما نخش في موضوع حلقتنا النهاردة عايزة أتكلم عن الفيديو اللي انتشر ومفيش حد في مصر ما اتكلمش عليه. هو فيديو بتاع المشادة اللي حصلت في القطار وسيدة القطار والمجند اللي حصل معاه الموقف. حقيقة أنا هسيب كل الموقف لأن ده يعني كل الناس اتكلمت فيه. أنا عايزة أتكلم برضو عن جزئية السيدة المصرية اللي اتصرفت بمنتهى الرجولة، عايزة أقول كده بجد، لأن أنا من امبارح وأنا عمالة بقول معلش ست أم مصرية بسيطة متواضعة لطيفة جدا جدا جدا. لا يا ابني انا عندي ثلاثة زيك. الجملة يعني بالزبط. دخلت قلوبنا كده اللي هو حسستنا ان ابنها اللي في الموقف بالظبط كده. ده ابن من ولادنا. ما ينفعش اساسا ان اي مواطن يتعامل كده، اساسا ان اي مواطن يتعامل بالطريقه دي وبالاستخفاف ده وبالتنمر ده والتريقه دي، ده ما ينفعش خالص. انا برضو مش عايزه اتكلم في الموضوع لان انا سخنه جدا على الموضوع ده طبعا. وبعدين يا مها برضو الموضوع مش مستحق يعني ان هو كان يعمل كل يعني يلفت النظر بالشكل ده. يعني الست كانت قاعده سيده الموقف تتسم بالوطنيه، ما خدتش بالها ان في حد بيصورها، قامت ابوس رجلك يا ابني انا عندي ثلاثه زيك. بس يعني بصي الجمله دي حد ذاتها هي الفكره كمان في ايه؟ اشعارت الابدان يعني. انا اللي استغربت له ان السيده بس هي اللي اتحركت. الكاميرا وهي بتصور جابت فعلاً. رجاله كتير جدا كانوا قاعدين في القطر، وطبيعي ان انا لما اشوف رجلين بيتخانقوا دي عاداتنا احنا في مصر ان احنا بنخش وان احنا نحاول نهدي ما بينهم. طب خلاص معلش، طب مش عارفه ايه، طب يا عم هديهم لك انا، طب اللي هو الكلام البسيط اللي احنا بنقوله. مفيش راجل اتحرك من مكانه في القطر، في ناس دلوقتي بقت بتصور بس. فهي السيده هي اللي خدت موقف، والسيده هي اللي خدت اجراء بمشاعر الامومه لكن بمنتهى وقوة الرجولة. بحييها ست صفية. الحقيقة احنا حاولنا ان احنا نتواصل معاها بس هي واضح طبعا نكمل تليفونات كبير جدا. امبارح كانت على الهواء. والسعداء بتكرمها من كل الجهات الحقيقة في الدولة فعلا. وبقول للرجالة احنا هنعمل حلقة عليكم طبعا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ايه اللي حصل في نخوة الرجالة المصرية؟ ايه اللي حصل لنا في ان احنا كنا بنسخن على حاجات زي دي؟ ما نسيبش موقف زي ده يحصل، ما نسيبش حد يتجنى على حد. كنا بنقوم وبنحوش بنوفق وبنهدي طبعا. ايه اللي إيه حصل؟ المنظر ليه لما كلنا قاعدين عاملين كده وبنتفرج على ست وهي اللي بتاخد الموقف بالزبط. ازاي يعني الست إزاي دي يا مها كل الناس امبارح قالتها الست دي بتتسم بقوه الرجال بالزبط. فلما الناس كلها تقول قوه الرجال وكم الرجال ده حوالين الولد اللي كان فعلا قاعد وما تعرفيش هو برده دخلياته ايه، ما كانش معاه عنده عزه نفس، ممكن مش قادر يطلع مثلا المحفظه قدام الراجل، ففضل سكات وده خلى الست قامت واتكلمت. فطبعا احنا كلنا بنحييها. بعدين ده هو كان له وجهه نظر ان هو طلع الفلوس في الاخر، بس هو كان له وجهه نظر اعتقد ان بيبقى فيه تصريح لهم ان هم بيركبوا طبعا. فهو حاول يقول له كده في الاول، الثاني كان تجاهل الكلام اللي لا هو كان مستفز الى درجه رهيبه. يمكن طريقته دي خلت الشاب ده المجند يقول له ايه في ايه يعني، طب انا هنزل، طب انا مش عارف يعني. الموضوع كان فيه اخد ورد كتير. الموضوع مش عايزينه ياخد حاجه من مهمه كده. جدا في فين التقدير بجد لجندي الجيش طبعا. ايه ثمن التذكره جنب ثمن دمهم بجد اللي يعني في اي وقت بجد معرضين ان هم يموتوا عشان اللي هو طبيعي ان انت بتفكري كده. طبيعي ان الانسان بيفكر كده انما في ناس ثانيه تقول لك هو يعني الكمساري ده او المسؤول عن القطار دول بيأدوا واجبهم، ما بعملش استثناءات يبقى ما فيش استثناءات لحد. انا معاك بس كمان في ادب مع كل الناس بالظبط، مع اي مواطن مصري مش بس المجند، بس بالادعى او بالاكتر لما يبقى مجند بقى كمان في جيشنا. فالتعامل لازم يكون بادب وباحترام. هنقفل الموضوع عشان انا بسخن جدا مع الموضوع ده. الموضوع مضايقني جدا. كلنا فعلا كان مستفز بالنسبه لنا امبارح. هنخش بقى في موضوع حلقتنا النهارده اللي هو